اختي واخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله نشارك معكم بريوش او خلي عش النحل او فطائر كما قلتوا لهم. المهم تيجيو غزالين البنات، ما عليكم غير تشجعوني تخليوا لي لايك. لي لايك البنات يحفز الفيديو، الله يجزيكم بخير. وطريقتهم سهله وبسيطه، ما عليكم غير تتابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تحصلوا على النتيجه مرضيه ان شاء الله. خليكم معايا باش نقطع لكم. هنا غناخذ واحد الحيده باش نقطع لكم، راه باقا سخونه نقولش لكم حتى تبرد، حتى تبرد مزيان عاد عاد يمكن لكم تزولوها من الاول. باقا سخونه يا البنات، وإلا نبغيكم تجرموا من الأخوات فنين تيجيو غزالين وخاوين. وكما قلت لكم نتوما الإختيار لكم، عمرو باش ما بغيتو، يا بالشوكولاط يا بالكوفيتير يا باش ما عمرتهم، باقي سخان البنات فنين. إيوا بسم الله على بركة الله، نقولو الطريقة كيفاش غنحضرهم، نتمنى من الله يعجبوكم، راهم فنين غير جربوهم وغتردو عليا الخبار. بسم الله على بركة الله، غنبدا معكم بالمكونات. نجيب المول ديال العجينة، نتوما خدموا بيديكم، خدموا باش يعجبكم. صافي هنا الأخوات غنذكر المكونات، كاس تاع الما دافي. المهم أنا غادي نخدم ونذكر معكم المكونات، وغادي ندير البنات. هاهو الحليب الشور دفيتو، هاهو كاس تاع الحليب دافي، وحتى اللي بغا يتفادى الحليب البنات يتفادى الحليب. هو كاس ما معمرش وكاس حليب ما عامرش، على حسب لا عمرتهم غتاخذ دقيق كثر قللتو تاخذ دقيق قل، على حسب الافراد. المهم خاصو معلقه، المهم نقولو كاس حليب وكاس ما. هنا الفانيليا البنات، انا عندي غير شاشيه قادفيه كنجيبها من ليدن، هاد الفانيليا زوينه البنات اللي تيسكن شي بلاصه قريبه لي ليدن ياخذو من ليدن. انا ما دايره لا اشهار لا والو، غير المهم راه زوين. هنا البنات غادي ندير شويه الملح، شويه الملح البنات، غادي ندير الزيت، غادي ندير الزيت واحد نص كاس ديال الزيت. ها هو الاخوات نص كاس ديال الزيت، هاد الفطائر ولا خليه النحل البريوش تيجي زوين البنات، مناسبه الوليدات مناسبه القوطه مناسبه. وهاد البيضه غادي ناخذ بيض البيض نحتفظ به، بيض البيض نديرو هنا وصفر البيض نحتفظ به. بيضة تبارك الله ما شاء الله يا البنات كبيره ما شاء الله. ها هو صفر البيض حتفظت به، وبيض البيض خديته ما غاديش نخليه يضيع. ها هو شتو هنايا معلقه ديال الخميره فوريه عامره مملوءه. صافي الاخوات نحرك، نجيب باش نحرك. شو هما المكونات؟ ها نسيت السكر، الله يثبتنا على الشهاده. غندير السكر البنات نتوما على حسب الرغبه ديالتكم والحفاوه، كل واحد باش غيعمرهم، كيعمرو بالفرماج يعمرو بالشكلاط. حاليا انايا غادي ندير ليهم الشكلاط، حتى ديال الفرماج غنشاركهم معاكم ان شاء الله. معلقه جوج ثلاثه، واللي ما تيحبش الحلاوه يدير غير جوج احسن، يدير جوج. المهم انا على حسب الوليدات درت ثلاثه، درت ثلاثه معالق. صافي البنات ونحرك الكل، خليها تفعل واحد شويه. هنا الدقيقه البنات عندي خمسه الكيسان اللي غرمتهم من قبل، الدقيقه تغسل البنات، والدقيقه انا غنقول لكم شحال خدات ليا في الاخر. ما غاديش ندير الدقيقه كامل، غادي ندير الكميه ونحرك. صافي درت الكميه ديال الدقيقه عاد نزيد دقيق لا هانتوما البنات،
عجنات على داريت عجنات مزيان هانتوما خصها تكون بحال هكا رخوه شو باش يجينا قطني ويجينا زوين صافي غنهبط هاد السوائل العجين كامل صافي هنا البنات غندير هاد البلاستيكه بحال هكا ونغطيها مزيان ونخليها تختمر باش غادي ندير بها هكا سكرة العشيه ان شاء الله الوليدات خليها تختمر تاخذ الاختمار ديالها الكافي باش يجونا زوينين ان شاء الله خليكم معايا صافي هنا الخواتات هي اختمرت مزيان تبارك الله راه قد ما اختمرت والطعم الضعف الحجم ديالها تجي زوينه غنهبط منها الهواء ونجمعها هانتوما شتو ناخذ منها كميه منين انا دهنت يدي بالزيت جوج باش ناخذ منها كرايسات على هذا الشكل وندير الزيت نستعان بالزيت رطبها يا البنات كي الحرير تبارك الله ما شاء الله صافي هنا كملتهم كاملين الاخوات هانتوما شتو صافي البنات هنا الشكلاط كان عندي غادي نعمرهم به ساهلين زوينين واقتصاديين هانتوما انا ما شكلاطة واحد البيضة عندي وشكلاطة زوين صافي غادي نسدو البنات مزيان بغيتو ديرو الشكلاط ديال الدهن تاهو غير سدو مزيان هانتوما هانتوما شتو صافي بحال هاد الشكل نعاود معاكم واحدة أخرى هانتوما عجينتهم فنين الأخوات فنين صافي هادي راه حك صغيرة هاد صافي غنكملهم كاملين صافي هنا الاخوات هانتوما بدات تختمر دابا تبارك الله غنخليها حتى تختمر وما عنديش مول صغير درتهم فهاد المول الطويل هادو كاملين بربعه شوم هما وهنايا صافي وغادي نخليها حتى تختمر ونعاودو نتلاقاو باش نكملو المهمه ديالتنا هنا هما اختمروا البنات تبارك الله ما شاء الله ماخذوش الوقت بعد بزاف صافي هي اختمرت التحتانيه هما اختمروا وهادو هما اختامرو تبارك الله صافي درت شويه الحليب ودرت شويه الخل في صفر بيضه حاولوا ما تجريوش بزاف انا جريتها بزاف صافي وتندهنوا بحال هكا بشويه نال اش بغيتي صافي غادي ندهن بحال هكايا شي شي بقى البان برا مدخلات صافي هنايا صافي البنات ساهله وسريعه التحضير والله الا باغيه غير الاختمار اللي خدا شويه الوقت خليتها انا ساعه باش تختمر ليا مزيان قد ما اختمر مزيان قد ما هو تيجي مهوي ويجي زوين صافي هنا الاخوات درت لهم اللوز فيلي والجنجلال نتوما ديروا الديكور اللي عجبكم صافي هذا درت لهم غير الجنجلال ها نتوما شوف شكلهم ندخلهم للفران هما الاخوات تبارك الله ما شاء الله درت الحراره 180 وشعلت عليه من الفوق لتحت ورميتها وطفيت الفوق وخليت غير لتحت دابا انا شعلت الفوق لتحت وخدمت هذيك المروحيه الفرفاره باش يتحم ما شاء الله ما شاء الله باين لكم واضح ايوا البنات ها هي طابت ما شاء الله كيفاش جات هاد الفرضيه تاهما كيفاش جاوا تبارك الله ما شاء الله ايوا ها الشهده يا البنات ما شاء الله ما نقولش لكم فش فش يلاه خرجتها من الفران ها نتوما راني تنضغط لكم عليها شوفوا ها نتوما ما شاء الله كتعاود طلع مهويه وصافي البنات خدات هاد اللوين الذهبي تبارك الله ما شاء الله وهاد الوسطانيين ما تتعاودوا تسخنوا وما تعاودوا زيدوا حمارة كنتو غادي نتقدموا راه هذا هو الحموريه ديالتهم تبارك الله ما شاء الله نتوما طيبين من التحت ومن الجوانب وكل شيء يوب الصحة والراحة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودائما مع البسيط
والمفيد ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك، ما تنسونيش من تشجيعات وتعاليق، تهموني الله يجزيكم بخير. ولي لايك البنات ولي يحفز الفيديو تيبان وتيطلع ما شاء الله. سقيهم بالعسل بالكوفيتير باش مسقيتوهم. يلا الاخوات شكرا لكم بزاف، لهلا خطيكم عليا.